السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ النهارده ان شاء الله هنعمل اوردر اونلاين ب 700 او 1000 جنيه. تمام، تقدروا تبداي من 500 كمان لو اونلاين، بس انصحك لو هتبداي المشروع ده لو هتجيبي باكج، في حاجه اسمها باكج المبتدئين ب 200 جنيه او 300 جنيه هتلاقيه عند بتوع الخامات. مش عارفه صراحه، على حسب مصداقيه صاحبه الجروب. يعني لو صاحبه الجروب ديت عامله الباكج ده لمجرد ان هي بتبيع خامات عندها او حاجات عندها ما اتباعتش، زي مثلا لون ستان معين، شريط معين عندها، الوان اطواق معينه ما اتباعتش، زي مثلا لون زهري، لون مش عارف بني ما اتباعش، ممكن يعني ايه تلاقي الباكج الوانه مش حلوه قوي لان هما بيختاروا على ذوقهم. فبلاش ده، وخلينا احسن نطلب اوردر عادي ب 500 جنيه ما جاتش يعني على دي. فاللي انا هعمله دلوقتي ده هعمل اوردر من 500 ل 700 و1000 و1000 ونص كمان. انت بقى تزودي تقللي، تبداي مثلا انا قلت لك هاتي ب 50 جنيه حاجه معينه، تقدري تجيبي ب 15 ب 10 على قد انت معاكي 500 ولا 700 ولا 1000 ولا حتى 1000 ونص. شحن البريد عاده بيكون من 35 ل 45 على حسب البلد، شحن الشركه من 50 ل 80 برضو على حسب البلد. مثلا انت هتطلبي من القاهره ونازل الاوردر رايح جنة او رايح الاقصر، فبالتالي الشحن هيكون كتير، فممكن يبقى 80، من 50 ل 80 حسب الصفحه بتكون عامله عروض على الشحن او كده. كذلك برضو البريد، خلينا في شحن البريد عادي، شحن بريد عادي هنبقى نتكلم في الشحن بعدين. شحن الشركه الصفحه بتكون متعاقده مع شركه معينه، البريد بتروحي تستلمي من البريد، الشحن الشركه بيوصلك لحد مكان معين في المركز بتاعك بتروحي تاخديه منه. تمام كده، اوردر اونلاين ب 700 جنيه. اولا مسدس الشمع لازم يكون حجم كبير، في تايواني وفي صيني. التايواني كويس، انا بستعمله وزمايلي برضو بيشكروا في الصين، يعني حلوين الاثنين حلوين. بيبدا من 150 وفي اجل حاجه 100، وفي ناس بتبيع ب 85 كمان، وفي حجم صغير ب 50، في حجم صغير مسدس ب 50 جنيه. تمام، مسدس الشمع معيش فلوس اجيب مسدس شمع، هاتي حجم صغير او يعني اي نوع وخلاص، يعني خفيف 85 جنيه اساسي معانا مسدس الشمع. معكيش فلوس تجيب مسدس شمع للاسف، لو هتطلبي اوردر اونلاين ما ينفعش يا جماعه اصرف فلوس او خامات، اجيب خامات ب 500 جنيه ومش عارفه اجيب الاداه الاساسيه اللي اشتغل بيها، فبالتالي المسدس اساسي معانا. ما ينفعش تسيح الشمع على النار زي ما انا قلت في الفيديو بتاع ب 300 جنيه الناس اللي هتشتري من البلد من عندها وتشتغلي في المضلع، مش هتعرفي تشتغلي. تمام، فخلينا احسن نشتري مسدس اساسي معانا. كيلو شمع من 230 ل 250 جنيه، تقدر تجيبي نص كيلو، ربع كيلو. شوفي الصفحه دي بتبيع ايه، شوفي الصفحه ديت عندها الشمع بالنص ولا بالكيلو ولا بالايه ولا بالواحده. في كمان تقدر تجيبي ب 100 جنيه شمع وتقدر تجيبي ب 50 جنيه شمع. تمام، ده اساسي معانا. انت معاك 500 جنيه هاتي ب 50 جنيه شمع. تمام، هاتي ب 100 جنيه شمع بس كده هتفرفط، خليها ب 50 جنيه شمع. انا كاتبه ايه تقديرا، تقدر تجيبي من اول كيلو لحد 50 جنيه انت وراحتك. من 100 جنيه ل 50 جنيه كلبسات منجار، اللي بيكون فيها اسنان من هنا كده منجار، 4.5 و3.5 و6 سنتي، في 4.5 وفي 3.5 وفي 6 سنتي، دول كلهم مقاسات، وفي 5.5 كمان وفي 4. هي المقاسات ايه لحد ما متقاربه، اللي هو المقاس الصغير والمقاس الوسط. تمام، كلبسات منجار من 100 جنيه 50 جنيه وكمان ب 30 جنيه وب 15. لو حسابك لو فلوس 500 هنجيب ب 15، عشان بس ما عيدش كل النقطه دي، انا بقول اقل يعني اكبر كميه بكتبها، تقدر تجيب ب 15 جنيه كمان كلبسات. تمام، نفس الفكره للاساتك، من 100 ل 50 وكمان 15 جنيه، لا خليهم 35، لانها الاساتك هتكون مختلفه الاحجام والكروت مختلفه. يعني معنى صح، هو بيكون كيس على بعضه كده في الوان مختلفه، احنا هنجيب بقى الحجم الصغير والحجم الوسط، الحجم الصغير بتاع الحضانه والحجم الوسط بتاع ابتدائي. الحجم الصغير هنجيب ابيض واسود والوان، الحجم الوسط ابيض واسود والوان. ركزي بقى الالوان انت بتشتريها، احمر، بامبي، كشمير، لو في كشمير مفيش كشمير، اخضر، اصفر، لبني، بامبي، موف، وابيض واسود، دول الالوان الاساسيه، لازم يكون معاكي كل الالوان ديت. البامبي هتحطي معاها كشمير، الاحمر تحطي معاها نبيتي، فاهمين قصدي، في يمكن تكون نبيتي وهكذا. يبقى الاساتيك معانا من 35 لحد 100 كمان. تيك تاك 50 جنيه، تقدري تجيبي ب 10 جنيه تيك تاك، تقدري تجيبي ب 20 جنيه تيك تاك، فاهمين قصدي، ب 50 جنيه تيك تاك او ب 100 جنيه تيك تاك كمان لو معاكي ميزانيه. تيك تاك بيكون فيه ملون
يا اما ساده يا اما مشجر. التكتكايه نفسها مشجره، هاتوا احط لكم في صندوق الوصف انواع الخامات واشكالها بيكون عامله ازاي، تمام؟ عشان بس ايه ما طولش في النقطه دي. في تكتاك اسود هيحتاج معاه عشان يتغلف ستان 1 سنتي وان فيس، الوان مختلفه سواء بالبكر او بالايه بالامطار، تمام كده. هنحتاج معاه حاجه عشان تغلفه، ده الستان الاسود او الفضي. اما الملون الساده او المشجر ده اساسي معانا، وتاكد ان صاحبه الجروب عندها الخامات دي. ننوع بقى الوان التيك تاك على قد ما نقدر. الوان التيك تاك الساده نوعوا بقى الوان، والمشجر برضه حاولي تختار الوان حلوه. الساده يكون معانا بينك، اصفر، لبني، احمر. مفيش احمر في التيك تاك، بس في تيك تاك كده جليتر كده حلو. حلو، بس لو هتشتروا تيك تاك حاولوا التيك تاك يكون التيك تاك العادي الشكل العادي، لان في تيك تاك نجمه كده مش حلو، ما تجيبوهوش يعني. ده هتشتروه لو هتحطوه على كارت مع فيونكة تاني، مش حلو للمبتدئين. كذلك برضو الكليبسات زي ما قلنا قبل كده، كليبسات هاتوا الكليبسات المنجار العادية الشكل اللي انا قلت لكم عليه، المنجار ابو سنان وبس، ما تجيبوش بدل اللي فيه جلب واللي فيه فيونكة والحاجات ديت. هاتوا تيك تاك كليبسات عادية خالص، الساشيه نفسه عادي، الحديدة نفسها ما فيهاش غير شكل عادي بس، تمام. استك سورتيت ب35 جنيه، الوان مختلفة، امطار مختلفة، 3 متر ابيض او اوف وايت، 2 متر بينك لانه اساسي معانا او كشمير، ومتر من كل لون، احمر، موف، اسود، اصفر، زيتي، كحلي، لبني، كشمير، نبيتي، تمام. ديت الوان الاستك السورتيت. استك السورتيت ده احنا بنظبط مقاسه على حسب راس الطفله بهات 35 جنيه، لانه مش يعني مش اساسي قوي، لان احنا معانا طواق برضه، الطواق بقت غاليه برضه، فده يعتبر نفس الناس دلوقتي معظمها هتلبس تيك تاك وكليبسات لان هي غاليه. حاول يعني تظبطي ميزانيه زباينك على انت هتشتري ايه. انت مثلا هتشتري ميزانيه اطواق بس او كليبسات بس، او معاكي كليبسات ارخص، فعرفيهم ان احنا بعد كده ان شاء الله الاطواق اسعارها غاليه، فهيبقى الطوق هيبقى مثلا ب 15 جنيه، مفيش طوق من زي زمان ب 10 جنيه، تمام. فبالتالي يبقى احنا معظم لبسنا هتخليهم تظبطيهم ان معظم اللبس هيكون كليبسات وتيك تاك. 10 جنيه ستان وان فيس 4 سنتي امتار، الوان مختلفة. هتحتاجي الوان فيس تعملي منه دبابيس، فبالتالي هنعوز 20 جنيه دبابيس. الساشية دبوس حجم وسط وحجم كبير، بلاش الحجم النونو، في حجم نونو صغير خالص كده قد رجلة الصباع بلاشه. يبقى 25 جنيه ساشية دبوس معاه الوان فيس عشان نعمل دبابيس، تمام كده. ب100 جنيه 2 دستة اطواق حديد متغلف. يستحسن تجيبوا الاطواق حديد متغلف كده عشان متغلف ستان، هيكون اسهل لك في الشغل مع المضلع. وكمان الحديد المعدن ده، المعدن لو هتجيبي اطواق حديد معدن من غير مش متغلفة، هتحتاجي معاها ستان 2 سنتي وش واحد، الوان مختلفة زي ابيض احمر، لو بيبيعوا بالامطار هاتوا امطار، ابيض احمر بينك كشمير اصفر لبني، اي حاجه مديه على الاخضر واسود، تمام. هتحتاجي منها امطار عشان تغلفي الاطواق الحديد المعدن دي، او هاتي اطواق متغلفه جاهزه تقريبا، هاتي يعني هاتي ب100 جنيه، لو دستتين ونص تمام، او دستتين تمام، او هاتي معاها يا اما تجيبي دسته حديد متغلف ودسته بلاستيك متغلف اللي هي بتكون متغلفه، ستان مضلع برضو حلوه مش هتقول لا، هاتي دستتين دلوقتي ولما تعوزي تاني بهاتي، تمام. وعرفي الزبائن ان الاطواق غاليه. 30 جنيه بكر الستان ابيض مضلع 4 سنتي، معرفش دلوقتي ب35 ولا ب30. بكر الستان مضلع 4 سنتي ده اساسي معانا، الابيض اساسي في كل المواسم لان احنا بنحط عليه اي شغل واي تزيين، اي ستان مشجر، اي حاجه الابيض اساسي معانا في الشغل، فبالتالي هنحتاج بكر ابيض. بعد كده هنحتاج بقى معانا مع الابيض ده ب10 جنيه او 12 جنيه ستان مضلع الوان مختلفه، من كل لون هاتي ب10 جنيه، او معاكي ميزانيه 100 جنيه قولي لصاحبة الجروب عايزة ب100 جنيه ستان كل الألوان دي، هي تنوع لك بقى. معاكي ميزانية 50 عايزة ب50 جنيه ألوان مختلفة، يعني ممكن تديكي 2 متر أحمر، متر لبني، هي تشكل لك بقى، متر بيتي وهكذا. يبقى خدي من كل لون حاجة ولا الأقل متر واحد يظبط لك إيه، لو احتاج حد يحتاج منك أي لون غريب مختلف أهي الألوان أهي، أحمر، بامبي، كشمير، أصفر، منت جرين، كافيه، أسود، كحلي، مسطردم، بيتي، موف، لبني، بني، وهكذا الالوان المختلفه معانا هي والابيض برضو، عشان لو حد احتاج منك الوان ساده. فبالتالي يا اما ب10 جنيه من كل لون، او ب5 جنيه، او متر من كل لون، او مترين من كل لون، تمام. الاساسي معانا هو البامبي والابيض والاحمر والكشمير. 10 متر ستان دبل فيس 4 سنتي الوان مختلفه، يعني يعتبر ب25 جنيه
هنجيب 25 جنيه، دبل فيس 4 سنتي، الوان مختلفه، الدبل فيس حلو برضو في الشغل وليه زبونه. يبقى معانا المضلع والدبل فيس. ادخلوا على قائمه تشغيل ريفيو الخامات وهتعرفوا انا بتكلم في الخامات دي، ايه هي الخامات دي، تمام؟ وفي منه انواع، في دبل فيس مصري وفي دبل فيس مستورد. خلينا في المصري، طري وحلو كده وايه وابن ناس كده في الشغل. 5 متر ستان دبل فيس ابيض 4 سنتي ب12 جنيه، اللي هو يعتبر ب12 جنيه. الابيض اساسي معانا في الدبل فيس، تمام؟ انا لو خدتوا بالكم انا كل بتكلم فيه 4 سنتي، لان يعني 4 سنتي ده موديلاته كتير، يعمل لك في يونكه واحده خلص نفسك. ال2 سنتي ده شغله متعب شويه، فخلينا احسن كل ستان اللي احنا هنشتريه 4 سنتي دلوقتي. لما نعوز 2 سنتي عجبت موديل معين بال2 سنتي هاتيه، او هنيجي للصفحه اللي بعد كده هنجيب ب25 جنيه ستان 2 سنتي، تمام؟ لو معاك فلوس، لو اتبقى فلوس، الاساسي معايا ال4 سنتي زي ما قلت قبل كده. يبقى زي ما قلنا، زي ما هنشتري ستان دبل فيس الوان مختلفة، تمام، هنجيب من الابيض 5 متر او 2 متر 1 متر والباقي انصاص وهكذا، تمام. يبقى دبل فيس اساسي معانا، الابيض ده اساسي يا بنات، احنا بنحط عليه اورجانزا، بنحط عليه جبير، بنحط عليه كل فرق ركامة، كله بيمشي على الابيض الدبل فيس ده، تمام. 6 فرخ جلد كافيار جليتر او ريمبو او جشر سمك، خامة تجيلة. وادخلوا فيديو الجلود وعرفوا الانواع والاشكال بتاعتها والوانها. عندك الوان اساسية ابيض فضي احمر بامبك او كشمير، الذهبي اساسي، لبني موف سيمون اخضر، هاتي مثلا ب100 جنيه او ب50 جنيه، نوعي كده، تمام. الجلد اهم حاجة، جلد الكافيار ده خليكي في الحاجة النظيفة، يعني لو لقيتي غالي هنعمل اشكال صغيرة كده في يونكا. يبقى احنا قلنا الالوان الاساسية معانا عن تجربة، يعني الالوان الاساسيه اللي اشتغلت معايا حلو، فضي ذهبي احمر بامبي او كشمير. الباقي بقى ده مش اساسي جو، الابيض يعني الى حد ما يعني حلو، بس الفضي احلى منه كده، تحس انه زاهي كده وبينور التوك. 6 فرخ 1 فرخ 2، يعني ايه انت عايزه اوردر ب500 جنيه، خدي لك فرخ تجربه، بس يستحسن تاخدي ذهبي او فضي، تمام كده. ب20 جنيه ستان مضلع 1 سنتي الوان مختلفه امطار، يا يعني اما هنجيب امطار، لان الستان المضلع ده يا اما هنقفل بيه الفيونكه من النص، فيونكه من النص هنقفل بقى من النص، او هنغلف بيه التوك، هنغلف بيه كليبس. فالمضلع الواحد سنتي ده حلو، وليه برضو موديلات حلوه ورخيصه للاطفال. او نجيب بكره ابيض بينك اسود او احمر، تمام، بكره من كل لون. لو معاكي ميزانيه، لو معاكيش ميزانيه هاتيها امطار، قولي لها عايزه امطار، تمام كده. حلو برضو معانا المضلع 1 سنتي، او بلاشه خالص، تمام. 60 جنيه متر تل نجوم مشكل، كل ربع لون مختلف، الربع اللي هما بيبيعوه بتوع الخامات، الربع متر ب15 جنيه، تمام. هنجيب 4 الوان، 4 ارباع الوان مختلفة. الالوان الاساسية الحلوة ابيض بينك لبني احمر او كشمير. لو في ميزانية هاتي اسود ومنت جرين، الوان تانية لا. ليه بقى؟ في الوان كده مستفزة كده زي العنابي النبيتي، كان في لون زهري، بلاشهم بلاشهم عن تجربه. الالوان ديت لحد ما بصراحه ما عجبتنيش، مش بتنور التوكه كده، يعني الزبونه اللي هتبقى تلبس بنوتتها طقم لونه مثلا زهري، هتحب تلبس بنوتتها حاجه فاتحه تنورها، مش هتلبسها توكه زهري برضو. ده اللي انا قصدي عليه. 50 جنيه باكت جوخ، الجوخ اساسي معانا جدا، ده مش اساسي وده مش اساسي، الجوخ بقى ده اساسي جدا عشان هنقفل بيه التوكه من ورا، سواء توج او كليبس او استيك، كل ده بيتقفل من ورا بالجوخ. بتوع الخامات ربنا يرزقهم يا رب ويوفقهم، عاملين باكيت جوخ على بعضه، مش عارفه بكام بصراحه، انا ضربت رقم كده ب50 جنيه 35، عاملين باكيت جوخ الوان مختلفه للتكفيل، تمام. او نجيب ربع متر جوخ او نص متر من كل لون، الالوان الاساسيه معانا ابيض هنقفل بيه كل الالوان الفاتحه، الرصاصي هنقفل بيه كل الالوان الفاتحه، والبامبي هنقفل بيه البامبي والكشمير، الاحمر هنقفل بيه الاحمر والبطيخي، الوان الفيونكه نفسها، الاسود هنقفل بيه كحلي ومبيتي، كحلي وبني واسود، تمام. يبقى معانا الاساسي، الاساسي الالوان، الوان الجوخ الاساسي معانا ابيض اسود رصاصي احمر بامبي، تمام. دي الوان الجوخ اللي احنا ممكن نقدر نجيبها بالربع متر، او نجيب باكيت جوخ على بعضه من عند بتوع الخامات اونلاين. بعد كده هنحتاج معانا انبوبه لزج ب 7000 لو اتبقى فلوس، تمام. لو معناش فلوس هنجيب 2 انبوبه لزج الصاروخ ب 10 جنيه، الانبوبه ب 5 جنيه او ب 6 جنيه. فبالتالي هنحتاج
البي 7000 ده بنلزق بيه الالعاب وبنلزق بيه حاجات معينه برضو ليه استخداماته، تمام؟ مش اساسي جوه معانا، بس الاساسي معانا لزج الصاروخ. اي امير عندك، اي لون، اي نوع لزج عندك لازم يكون معاكي اللزج، عشان مثلا عايزه تلزقي لعب، عايزه تلزقي انصاف لولي، عايزه تلزقي حاجه صعبه معاكي، فده اساسي معانا، تمام؟ يا اما ده يا اما ده، يا اما تجيبهم الاثنين لو في ميزانيه، الاثنين ب 50 جنيه يعني، تمام؟ لو ميزانيتك 1500 تقدري تجيبي اللي انت عايزاه كله، 1200 تقدري تعملي اللي انت عايزاه كله، تشتري اللي انت عايزاه، تقدري على الاقل تاخدي شمه من كل حاجه، تمام؟ تمام. اللي بعد كده 5 متر اورجانزا ساده 4 سنتي، برضو 4 سنتي اورجانزا الساده بتكون الالوان الاساسيه الحلوه ابيض، هدي لك 2 متر ولا 4 متر ولا 3 متر. بعد كده يليه البامبي، احمر، سكري، موف، لبني، وهكذا، كشمير، تمام، سكري. دي الالوان الاورجانزا الساده الحلوه اللي انا مشيت معايا، حلو، كانت حلوه والوانها حلوه، بلاش غوامج يعني، تمام، ابعدوا عن الغوامج على قد ما تقدروا. 5 متر اورجانزا مشجره 4 سنتي، الاورجانزا المشجره اللي فيها ورد كده بلدي، حلوه برضو، كانت ماشيه حلوه معايا. الابيض والسكري تحفه تحفه يعني، لو تجيبوا منهم بقره، لو معاكي ميزانيه تقدري تجيبي بقره هاتي، لو تقدري تجيبي بقره ابيض اورجانزا ساده برضو مش هتخسر معانا، حلوه، تستخدم على الدبل فيس، تستخدم على المضلع، تستخدم لوحدها برضو تحفه. ابيض، سكري، بينك، لبني، موف، مفيش موف، بلاش الغوامق في المشجره، بلاش الاورجانزا الغامقه المشجره. ممكن ب25 جنيه ستان 2 سنتي مضلع او 2.5 الوان مختلف، تقول لها عايزه 25 جنيه امتار ستان 2 سنتي او 2.5 الوان مختلفه تنوع لك لو معاكي ميزانيه، لو معكيش بلا خلاص ال 2.5 ده او ال 2 سنتي مش لازم، مش مهم، تمام. 20 متر ستان مشجر 4 سنتي، ده بقى اساسي معانا، تقدر تجيبي من اول 3 متر لحد 20 متر، تمام، نوعي بقى. الالوان الستان المضلع ده مضلع على فكره، احنا جبنا ساده، مش احنا جبنا ساده ورا، جبنا الابيض والالوان المختلفه، برده هنحتاج المشجر عشان لو هنعمل توك، هنحط فوق كليبس، هنعمل اضجمه، مش عارف ايه، المشجر ده اساسي معانا كله 4 سنتي. عايزه تجيبي برده 2 سنتي معانا، عايزه تجيبي 2.5 معانا برده، مش هيقول لا، بس الاساسي معايا ال 4 سنتي، طالما انا جبت الساده 4 سنتي. اشكال مختلفه والوان مختلفه، ونوعي، وفي كانت اشكال قديمه وفي اشكال حديثه وفي حاجات حلوه صراحه. فبالتالي تقدر تجيبي 10 متر 20 متر 10 متر 3 متر ب 20 جنيه ب 50 جنيه وهكذا، تمام، انت وراحتك بقى على قد ميزانيتك زي ما اتفقنا. مش هقدر اقول لك هاتي كذا، انت وميزانيتك. في كمان ستان كارو ده بيستخدم ايام المدارس، حلو برضو، تقدر تجيبي 5 متر 4 متر 3 متر ايام المدارس. 2 لفة ستان 4 سنتي اللي فيها 6 متر، في لفة كده ادخلوا ريفيو الخامات اسمها ستان، ستان وش واحد بيكون فيه زي رسومات ومشجر وكده، بيكون وش واحد، اللفة من 12 جنيه تقريبا، في مشجرة وفي منجطة برضو حلوة، تقدر تجيب 2 لفة او لفة او بلاشها خالص. 2 متر خرطوم كافيار 2 متر او 5 متر انت وميزانيتك، الوان مختلفة، الالوان الحلوة موف، ابيض، بينك، لبني، اصفر، وموف، وموف قلناه، وفضي مثلا، اسود، احمر، تمام. الخرطوم الكافيار برضو حلو في الشغل ومش اساسي، الكل ده مش اساسي، انا قلت لكم الاساسيات قدام، ده للتزيين بس، تقدر تجيبي نص متر ربع متر، مش هيقولوا لك لا. بتوع الخامات بصراحه يعني بيحبوا يدوا الناس، ما بيحبوش يبخلوا على حد. اشكال التزيين بقى، اشكال التزيين ممكن نصرف من 50 جنيه لحد 100 جنيه، تمام. انصاف لولي من 5 الكيس ب 10 جنيه و5 جنيه، هي بتبقى اكياس كده عند بتوع الخامات، تقدري تنوعي، تقدري تجيبي ب 10 جنيه كور بومبوم، حجم وسط، حجم صغير، حجم كبير، انت وراحتك، انت واختياراتك، مش هقدر اقول لك هاتي كذا وما تجيبيش كذا. ادخلوا فيديوهات الريفيوهات بتاعه الادوات والاشكال واختاري اللي انت عايزاه، وجايه لكم كمان تشتروها من عند مين، هتلاقوا الاشكال ديت عند مين مثلا، تمام. 10 جنيه العاب، 10 جنيه ربر اشكال، فرع لولي اللي هو الاربعة ملي، او ثلاث فروع لولي طاير، عندك الماز، عندك استرس حراري، وعندك استرس الماز من اللي هو الشريط، عندك شريط لولي بيتلزق على الفيونكات، عندك لولي جزاز اوف وايت وابيض، ده اساسي معانا وحلو وشكله حلو. لو هتشتغلي، عايزه تشتغلي هيربيس على الشغل، تقدري تجيبي لفه سلك هيربيس اللي هي بتكون ب10 جنيه، تكون لفه كده ومعاها برضو اللولي والكريستال، لو عايزه تجيبي فرع لولي وفرع كريستال عشان تعملي هيربيس وكده،
تقدري تجيبي جبير، تقدري تجيبي ركامه، تقدري تجيبي برضو معاكي فارو ريش ابيض وبامبي، تقدري تجيبي شريط كريستال، واحلى شريط كريستال هو الشريط اللون الفضي ويليه الكشمير والابيض. ساعات الابيض حلو برضو، وممكن برضو لو في احمر او في مموه كده او لون مختلفه. حاولي توفري على قد ما تقدري. في الماس برضو، حاولي تختاري يعني هي حته 50 جنيه، ونوعي بقى لو انت ميزانيتك على قدك. لو انت ميزانيتك حلوه ظبطي بقى واختاري الالوان اللي انت عايزاها والاشكال اللي انت عايزاها من حاجات التزيين ديت كلها. دي اخر حاجه نختارها، دي حاجات التزيين، انما الاساسيات انا قلتها فوق. تمام كده، يبقى احنا نختار على زوجنا ونوعهم. الحاجه اللي تنور الفيونكه الابيض والاوف وايت. العاب، اختاري العاب حلوه شكلها حلو ورسوماتها حلوه واختاري على زوجك، مفيش اي مشكله. بس في حاجات ساعات بيبيعوا الربر بالعشوائي، يعني هي بتختار لك عشوائي كده وانت ايه بتاخدي اللي هي حطته وخلاص. سريعا سريعا نقول الادوات معانا: مزوره او مسطره، معانا قلم حراري مع الجلد، لو هتجيبي جلد الاساسي معانا قلم حراري بيكون عند بتوع الخامات برضو، ده اساسي معانا. معانا حاجه اسمها مقص حلو يكون كبير، مقص جامد قوي كده تمام، ايديه كويسه حموله. واحسن مقص استخدمته هو مقص السمك العادي اللي هو بخرطوم ازرق. في مقصات حلوه عند بتوع الخياطه وفي عند بتوع الخامات. في برضو مقص مشرشر مش اساسي معانا، مشرشر ده لوحده دلوقتي ب 100 تقريبا او 90 جنيه، برضو مش اساسي بس حلو شغله حلو، لو انت معاكي ميزانيه هاتيه. بيقص بيشرشر لك الستان والجلد تمام. مقص تشطيب بيكون لونه كده صغير حلو برضو. وفي مقص تفريغ للجلد، مقص تفريغ تفريغ. ولعات، ولعات اساسيه معانا، الولعات الحديد الحلوه بتاعت الناس اللي بتشرب بعيد عنكم السجاير والكلام ده، بتكون جامده وقويه. هاتيلك ولعتين حلوين جفت او ملقاط، بيستخدم في مسكن الادوات بتاعت الاشكال التزيين وكده. ابر حجم كبير، ممكن نبر صغير، بكره خيط ابيض واسود، شمع ومسدس ب 7000 ولزق الصاروخ، لفه هيربيس لو هتشتغلي هيربيس فوق الاطواق فوق الشغل والفيونكات، او خيط نايلون. ده الخيط النايلون ده بيكون لفه كده ب 15 جنيه، مش اساسيه برضو معانا. بنخيط بيها الرابر جوه الفيونكه، بتثبت الفيونكه اكتر، الرابر جوه الفيونكه مش بتوجع. لفه الهيربيس للهيربيس مش اساسي معانا برضو. البي 7000 بنلزق بيه الاشكال، واللزق الصاروخ بنلزق بيه الاشكال برضو. المسدس تايواني 40 واط تمام، او صيني عادي. خليكوا في حجم الكبير عشان الشمع بتاعه مش بيخلص بسرعه، اما الحجم الصغير الشمع بتاعه صغير شويه خالص كده وطويل بيخلص بسرعه، قالوا ان هو بيخلص بسرعه. الشمع تقدري تجيبي من 50 جنيه لحد كيلو، تقدري يعني ايه افضل شمع هو الشمع الصيني زي ما بيقولوا. الشمع التايواني غالي فبلاشه دلوقتي في الاسعار اللي احنا فيها دي. قلت لكم مقصات تفريغ تشطيب مشرشر ومقص جامد قوي، ده اساسي معانا. في قلم اسمه قلم جيل الابيض كده، بيترسم بيه على الجلد لو الجلد خلفيته اسود، بيبين الرسمه اللي انت عايزاها وبيقص لك الرسمه. احسن كمان لما يكون القلم الحراري، لان القلم الحراري العادي اللي بيتباع عندهم ازرق، فبالتالي القلم الجيل ده حلو برضه بس مش اساسي معانا برضه. بتمنى الفيديو يعجبكم، تعملوا لايك. باي.